كانت الساعة 6:15 في هاي الأوقات، ماشي بشارع رئيسي مصر شمال، بتفاجأ بسيارة من شارع فرعي للشارع الرئيسي يعني مباشرة، فاتت يعني ما كان متوقع الموضوع أبدا. 1% فرصة إني أتجاوز أو أتفادى هذا الحادث ما كان موجود، ففعليا خلص صفى الموضوع إنه أنا اضطرت عن البايك. طلعة السيارة صارت أمامك بالضبط يعني؟ أمام يعني مباشرة صارت السيارة بوجهي من الفرعي على الرئيسي على مصر بشمال، ده تروح على اليوتيرن اللي بوديه على الشارع الثاني اللي هو معاكس لإلي. تمام. آخر إشي بتذكره بنت اللي عم بتسوق، شاب اللي جنبها، أنا طرت عن البايك كده بس كتفي بشمعة السيارة، وبعديها ولا بتذكر أي شيء تماما. وشفت إنه اللي عمالها بتسوق السائقة السيارة بنت وشاب اللي جنبها، وشاب اللي جنبها فقط، هدول الناس اللي بالسيارة. ما حسيت بألم، ما حسيت بأي إشي، ولا ما في، مباشرة سويتش دوف، مش متذكر إشي تمام فعليا. يعني صحيت لقيت حالي في المستشفى، تواريخ مختلفة. إيش أول إشي شفته؟ أول إشي شفته إنه كل جسمي ملفلف، بسأل إيش في، مش فاهم أنا فعليا. يعني كان يعني بدي أفهم شو الوضع الصحي اللي أنا فيه، لأن أنا من الأضرار اللي صارت، يعني أنا راح أعدد لك الأضرار حاليا، لكن من الأضرار اللي ما حداش عارف شو الأضرار اللي أنا فيه. يعني في موقع الحادث كان عندي ثقب بالرئة، انكسر أضلاع بالقفص الصدري، صار عندي ثقب بالرئة. كان لو في ناس فعلا شربتني مي في هاي اللحظة، كان فعليا 20% اللي حكيت عنها في بداية التصوير ما كانت موجودة. أوكي. فأسعفوني للمستشفى. وصلت المستشفى، أنا هذا الكلام فهمته ما بعد الحادث. لما وصلوك على المستشفى، خلينا نحكي لست الأضرار إيش كانت؟ وصلت المستشفى بالضبط بحالة إنه ارتجاج بدماغ، انكسر أنفي، 4 طواحين، كتفي الصفيحة انكسرت، الصفيحة حاليا 7 براغي بلاتين، 4 فقرات كسر ومنكسرهم سبب لثقب بالرئة، 3 كسور بالفخذ، ركبت سيخ من أول فخذ لآخره، قطع بالرباط الصليبي اللي برجلي هاي، وزرعت رباط صليبي جديد. طبعا من الكسور اللي كانت موجودة عظمة الفخذ اللي هي تعتبر من أكبر يعني حجم عظم جسم الإنسان، عظمة الفخذ، فأنا يعني لما انكسرت يعني خسرت دم كثير، فقدت الدم، ولما وقعت على السيارة على الشارع ظهري كأن كابس بحجر. تقريبا وصلت المستشفى في جسم تقريبا ما يقارب 1.25 لتر دم. جسم البني آدم طبيعته فيه 5 لتر وشوي، يعني ما بدنا نتطرق موضوع علميا لأنه مش اختصاصي، تمام. لكن كان وضعي جدا سيء. طلع عمي دكتور باسل من غرفة الأشعة لوالدي واقف على باب غرفة الإنعاش، قالوا احتمالية إن يعني ادعوا له فقط حاليا، بس ادعوا له. ارتجاج بدماغ، والأضرار هاي العددات كلها موجودة، وعضلة القلب ضعيفة ما فيها ضخ لأنه ما في دم، ما في نبض، ما في شيء. نرجع للحظة الاستفاقة، صحيت. نعم. كانوا أهلك حواليك، شو أول إشي حكيته؟ أول إشي حكيته شو صار؟ إنه آخر إشي أنا بتذكره 1 2 3 اللي صار معي، بعديها إيش صار؟ بس فهموني، حكولي إنك عملت حادث وحطينا الحق مشترك. أنا لسه مخي مش مجمع عشان يحكولي مشترك إنه أنا على شارع رئيسي والسيارة فاتت فيه عكس السير ودوامة، وما فهمتش إشي، يعني ضليتني ضايع تقريبا فترة. يعني بعد ما طلعت مستشفى فعليا مخي مش في موقعه، ما في تركيز. لما حكيت لهم إيش صار؟ نعم. إيش كانوا جاوبوك؟ أو الأهم، إيش كان ردة فعلهم من احتمالية بقاء 20%؟ أنت الحمد لله عاقل. لما هاي الفرصة أنا طلعت من غرفة الإنعاش هنا الكل ارتاح، أنا قعدت في الـ ICU،